آراؤكم أكثر من مجرد وجهات نظر، هي أرقام وإحصائيات دقيقة، ويقتصر دورنا على عرضها وتحليلها ومقارنتها بتلك التي تقدمها جهات مغايرة. وفي النهاية غايتنا نبيلة، والحقيقة تظل بين السطور، ووحدكم من يستشفها. الثقة بين العراقيين وبينهم وبين نظامهم السياسي تتآكل وبشدة. لماذا وماذا سيؤدي ذلك؟ توقعنا تصاعد التظاهرات، وستتصاعد إذا لم تتم عملية جراحية كبرى للنظام السياسي. تابعونا.